أحد قادة الأحزاب يتسلل. تحركت كتائب الأحزاب نحو المدينة تهز الأرض، وأعلن يهود قريظة الحرب، وفر المنافقون إلى بيوتهم، وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا. فجمع القائد صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال في حصن بني حارثة، ثم نشر الرماة على امتداد الخندق، فاتخذوا المتاريس وهم يرون طوفان الأحزاب ويسمعون صيحاتهم المنتشية تلوث الأجواء وتثير الرعب. وفجأة تلاشى الصياح والحماس وتلاشى الغبار، ابتلع الخندق طوفان الحماس. صعق الوثنيون لعبقرية محمد صلى الله عليه وسلم ودهائه، وأذهلهم خندقه. طافت خيلهم مذهولة حول المدينة، جن جنونهم وهم يرون غابات النخيل والجبال تناضل عن مدينة التوحيد. تحير قادتهم، فقد خططوا لمعركة خاطفة وسريعة لا تستغرق ساعة من نهار، يقتلون فيها محمدا ويطفئون نور التوحيد، ثم يعودون مردفين الصحابيات. لكن الساعات مرت، ومر اليوم الأول محبطا. فكر أحد قادة الأحزاب بغنائم مجانية، فتسلل دون علم قريش نحو القائد صلى الله عليه وسلم. تسلل الحارث الغطفاني سرا خلال طرق ملتوية حتى دخل المدينة. سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فدلوه عليه، ولما أصبح أمامه خاطبه بزهو وهدده بثقة، فقال: يا محمد، ناصفنا تمر المدينة، وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالا. أنصت صلى الله عليه وسلم بهدوء، فلم يرفض دفع نصف إنتاج دولته من التمر، بل رأى أن إبقاء هذه القبيلة العظيمة غطفان على الحياد فرصة لتفكيك الأحزاب. لكنه ما اتخذ قرارا دون مشورة شعبه، وما نقض يوما عهده لهم ببيعة العقبة. فلولا الله ثم هذا الشعب لظل يطارد في شعاب مكة. طلب صلى الله عليه وسلم من الحارث أن يمهله حتى يستشير زعيمي الأنصار. انصرف الحارث على أن يعود، فاستدعى صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، وشاورهما في تجنيب الدولة حربا طاحنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وأن الحارث يسألكم أن تشاطروه تمر المدينة، فإن أردتم أن تدفعوا إليه عامكم هذا حتى تنظروا في أمركم بعد. فأجمل السعدان إجابتهما بثلاث نقاط تمثل منهج المسلم في التلقي عن قيادته. فقال: يا رسول الله، أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك أو هواك فرأينا تبع لهواك ورأيك؟ ولما نطقا بالثالثة
كشف أهمية الشورى في الإسلام.